بقول لها يا علاء، يعني انت اتخرجتي من كلية آداب قسم فلسفة، ايه علاقة ده بالفن الورق؟ هو ملوش علاقة في الشغل العملي، يعني هي الفلسفة أم العلوم كلها. طبعا بس هي الموضوع بتاع الورق جه كده، يعني هي هواية أو موهبة بمعنى أصح، انت مش بتحسي تخصص ان انت دراسة. ساعات عايزة تعملي مركب كده ما بين دراستك الفلسفة وما بين الارت، ان انت اللي في الدماغ بقى والفلسفة والرؤية كل ده على فكرة بيسيب عندك برضو رؤية نقدية. اكيد في انطباع رؤية نقدية، فزي ما حضرتك قلتي في تصميم الشغل نفسه، حسيتي ان هو اختلف معاكي في ايه؟ في النظرة او الفكرة بتاعت الشغل نفسها، يعني عادة في لما الواحد بيتخرج بتحس it's a new me، يعني أنا إنسان مختلف، في إيه بالظبط. اللي أضيف ليكي؟ اضيف ليه ان عرفت ان كل انسان ليه موهبته وهوايته الخاصة، حتى لو هو مش عارفها او ما اكتشفهاش لسه، بس لو اشتغل على نفسه شوية هيكتشف ان كل واحد ليه موهبة وإنتي مين او ربنا اكتشف خلقنا كده. موهبتك؟ والله يعني انا اكتشفتها، انا عشان بحب الفنون من صغري، وبعد الجامعة لما لقيت الفن ده لفت انتباهي، فحاولت انا بقى، يعني هم اتفاجئوا لما لقيني انا فتحت فيديو وعملت مشروع ويلا هنشتغل. كم فولور بس دلوقتي؟ الحمد لله كتير. ما شاء الله الحمد الحمد لله، لله. مبسوطة والله. طب قولي لي بقى، هو المجال ده دخلتيه امتى وازاي؟ انا دخلته في 2017، اخر 2017 ابتديت اصمم. كانت الحاجات بدائيه قوي في الاول، يعني التصاميم او الاشكال كانت بدائيه طبعا، مش كل خطوه بيبقى ليها كواليتي معين، اضافه معينه، يعني كل مع الوقت، مع مرور الوقت بيبقى فيه اضافات للشغل دي كنت بتمارسي الهواية دي قبل الاحتراف؟ لا خالص لأ انا خالص؟ خالص. ايه انا ده، ازاي اتدربت ده؟ مع نفسي فتره، انا عملت تغذيه بصريه وقت فتره كويسه عشان اقدر اشتغل، يعني انا ما رحتش خدت كورسات لان ما كنتش عارف في اماكن بتدي كورسات او حاجه في طب الحاجات كلميني دي عن ولا موضوع التغذية البصرية ده، لأن الناس عايزة تعرف التفاصيل بتاعته. يعني برافو كنت عليك، عملوها والله كنت ازاي؟ لسه هسأل السؤال ده بعد. انا كنت بدخل على البرامج كتير وعلى السوشيال ميديا، لان معظم الشغل ده معظمه خارج مصر، مش بيتعمل في مصر، مش منتشر، فكنت بعمل تغذيه بصريه عن طريق الصور دي، اتفرج اشوف الديزاين معمول يعني ازاي انت زي ما احنا بنقول كده سيلف توت. بالظبط كده، لفة الورق معمولة ازاي، ابتدي بقى اجربها مع نفسي اشوف هتنجح ولا مش هتنجح عشان اعمل حاجة جديدة وهكذا بقى. طب على سيرة لفة الورق معمولة ازاي، اي انا الصورة اللي معانا اول واحدة تمام. دي مدياني ايحاء انها غرزة تريكو. هي الناس معظم الشغل مش لو شافوه كصورة بيفتكروها يا اما كرسمة يا اما هو شغل بالخيط، بس اهو هو معانا شغل اهي. بالورق. يعني ده برضه ورق، حسها ان هو بصوا حقيقي. الانطباع يجيلك على طول ايوه بس هو بصريا. مجس. ايوه بس لو عملنا كده، حتى لما بنزل معارض او كده، فالناس تلاقيها تقرب من التابلو قوي ويقعدوا يعملوا كده، ده يعملوا شوف كده ده معمول عشان ازاي، يشوفوا دي ده مجسم يعني. ده تكنيك معين في لفة الورق بيدي الانطباع ده. بالظبط، انا بعمل مش تكنيك هو عموما عشان حاجه مجسمه وتحسيها منسوجه او متساويه، حجمها متساوي، لان كل لفه ورق بخليها متساويه مع اللي جنبيها عشان يبقى فيه، يعني زي ما حضرتك كده تقولي، النظر مرتاح في انه يشوف الشكل والحاجه تكون متساويه ومتناسقه يعني وكمان برضو تحسي ان الصورة حقيقية مش مجسمه، عشان يعني مجسمة. عشان مجسمه.